السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهند سعيد ومعانا النهاردة كلمة جديدة. الكلمة دي أنا أحطها قدامك بس بعد إذنك ما تحاولش تنطقها إلا لما تسمع نطقها الأول. يلا بينا. بانادول كولدن فلو ساشي، بانادول كولدن فلو ساشي، بانادول كولدن فلو ساشي، لراحة فعالة من أعراض البرد. ساشي ساشي ساشي. الكلمة دي اتنطقت بالشكل ده لأن الكلمة دي أصلها فرنساوي زي شالي شالي، بالي بالي، بوكي بوكي، وزيها كلمات تانية كتير. نرجع بقى للساشي تاني واللي جمعها ساشيز ساشيز ساشيز. A sachet of shampoo, a sachet of shampoo, a sachet of sugar, a sachet of sugar, a sachet of ketchup, a sachet of ketchup. بس كده، ودلوقتي جه دورك عشان تكتب لنا جملتين في التعليقات باستخدام كلمة ساشي، وما تنساش تتابعني على اليوتيوب. سلامي.